موجز الأخبار من أورينت، أهلا بكم. بالتزامن مع دخول فترة الصمت الانتخابي، نحو 60,700,000 تركي يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم غد الأحد. والهيئة العليا للانتخابات تقول إن الأصوات الممنوحة للمرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجا ستعتبر سارية في الجولة الأولى بموجب القانون. مجهولون يستهدفون رتلا عسكريا لميليشيا أسد بعبوة ناسفة على طريق المجبل الواصل بين بلدة خربة غزالة ومدينة درعا دون معلومات عن حجم الخسائر حتى لحظة إعداد هذا الخبر. نتيجة القصف الجوي الأمريكي والإسرائيلي المتكرر، الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور تنقل صواريخ ومعدات حساسة بسيارات مدنية وتنصب قواعد لإطلاق الصواريخ في أطراف بلدة بقرص شرق المحافظة. وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية تعلن نيتها إجلاء طفلين يحملان الجنسية الدنماركية مع والدتهما المغربية من عوائل تنظيم داعش المحاصرين في مخيم روج الخاضع لسيطرة ميليشيا قسد في ريف الحسكة، بعد أن أثارت مسألة جنسية الأم نقاشا في الحكومة بين رافض وموافق. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيا يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والتي راح ضحيتها 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وثلاث نساء وستة من قادة سرايا القدس. وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخطوات المقبلة من اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين والذي أبرم شهر آذار الماضي برعاية صينية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.